اول سؤال، لما بخسرها بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون بوزيتيف، بحاول اكلم نفسي بطريقه مش سلبيه عشان اقدر ما احسسش نفسي ان انا خلاص مش موجوده وان انا هخسر الماتش. بحاول على قد ما اقدر ان انا اكلم نفسي بطريقه كويسه، يعني ما بقاش عايزه ان انا ابليم نفسي كتير، وده دي حاجه بتفرق معايا على طول. السؤال التاني طبعا متقليش انها المنافسه بتتوقف علينا احنا الثلاثه. بصراحه دلوقتي ناس كتير قوي بدات تطلع وبقى عندنا ماتشات قويه من اول تاني ماتش تقريبا تالت ماتش. نور الطيب لسه راجعه من الولاده كمان، ويعني بقت معانا في التوب، وبقى دايما اي حد اصلا ما يبقاش عايز يلعب معايا في الاول طبعا لانها رجعت لاحسن من مستواها اللي قبل كده. ف وطبعا غيره كتير يعني معانا. بعد الاول شوطين انا بدات ان انا الاقي نفسي والاقي الطريقه اللي انا محتاجه العب بيها، وده اداني طبعا ثقه شويه عن اول شوطين. ما كنتش عارفه الاقي الطريقه وكنت سرحانه شويه، فلما بدات الاقي الطريقه اللي انا عايزه العب بيها ده اداني ثقه ويمكن خلاني مرتاحه شويه في التفكير ان انا احاول اريلاكس نفسي شويه وما افكرش في المكسب زياده عن اللازم، لان لما كنت بفكر فيه قوي دخلت الاول كنت بعمل غلطات كتيره جدا وما كنتش مركزه في اللي انا محتاجه اعمله. طبعا بلعب ضد رقم واحد على العالم، فده برضو يعني كانت حاجه يعني اقوى حاجه ممكن تحصل، فكان لازم ان انا اتكتك لها مظبوط. وبعد الشوطين الاولانيين حاولت طبعا افكر ويعني عيد حساباتي من اول جديد، والحمد لله قدرت اعمل كده. طبعا احنا ناقصنا بطوله كمان الورتي سيفان، دي كمان 3 اسابيع تقريبا او اقل. طبعا بعد البطوله دي هريح شويه واريكوفر وابقى جاهزه للبطوله الاخيره للسيزون ده. طموحاتي للسيزون الجديد طبعا مختلفه، دلوقتي رقم 3، فطبعا اتمنى ان السيزون الجاي ابقى رقم 1 على العالم لو اقدر اكسب بطوله عالم، فاكيد طموحاتي مش هتوقف على اللي انا فيه يعني.